إنها الغصة أو ما يسميها البعض الشرقة، وهو دخول أي جسم غريب إلى القصب الهوائي. هذه هي القصب الهوائية، دخول جسم غريب عن طريق الطعام أو الشراب أو عن طريق الألعاب أو عن طريق النقود كذلك. دخوله إلى القصب الهوائية يؤدي إلى نوعين من الانسداد، انسداد جزئي وانسداد كلي. الانسداد الجزئي علامته أن الإنسان قادر على السعال لكن بصعوبة، قادر على الكلام لكن بصعوبة، قادر على التنفس لكن بصعوبة. ماذا أفعل معه؟ ولا شيء. أشجعه على السعال فقط وسيخرج هذا الجسم الغريب إن شاء الله. كلنا تعرضنا لهذه الحالة وخرج من تلقاء نفسه ما دام الإنسان قادر على السعال. النوع الثاني من الغصة هو الغصة الكلية، وهو الانسداد الكلي للقصبة الهوائية، بحيث لا يستطيع هذا الإنسان لا الكلام ولا التنفس ولا السعال كذلك، مما يعني عدم وصول الأكسجين للدماغ، وكل خلية في الدماغ لا يصل إليها الأكسجين لأكثر من 4 دقائق فإنها تبدأ بالموت. خلال 10 دقائق من توقف أو انقطاع وصول الأكسجين إلى الدماغ معناها موت الدماغ كاملا، إذا لم نتدخل بسرعة، إذا انتظرنا الإسعاف، إذا نقلنا الحالة للمستشفى، كل هذا سيحدث. إذا من هو طبيب هذه الحالة؟ هو أنت المتواجد بقرب هذه الحالة عندما تحدث. الإجراء الإسعافي الذي سنجريه بشكل عاجل جدا وفوري، وهو إجراء رفعات بطنية للبالغين والأطفال. أما بالنسبة للرضع سأتحدث عنها لاحقا. كيف سيكون ذلك؟ عند الضغط على أحشاء البطن تولد قوة ضغط على الحجاب الحاجز الذي يفصل أحشاء البطن عن أحشاء الصدر، مما يؤدي إلى قوة ضغط على الرئتين فتطردان الهواء الذي بداخلهما، فيطرد الجسم الغريب الموجود في القصبة الهوائية فيخرج للخارج. كيف سيكون ذلك؟ سأطبق عمليا. أقف خلف المصاب، أحدد منطقة السرة، أضع قبضة اليد أعلى منطقة السرة، أدعمها بالذراع الأخرى، أميل المصاب للأمام، ثم أجري دفعات بطنية للداخل والأعلى هكذا. 1 2 3 4 5 6 حتى يخرج الجسم الغريب فيبدأ بالسعال والتنفس بشكل طبيعي أو يفقد وعيه لعدم وصول الأكسجين للدماغ. Tucked in, fist against the abdomen just above the belly button, inward and upward thrust. 1 2 3 4 5 You okay? Are you all right? الإجراء الذي طبقناه على البالغين ينطبق كذلك على الأطفال ممن هم أعلى من سنة، ولكن الفرق أنه يجب عليك الجلوس أو الجلوس على ركبتيك على الأرض حتى تكون موازاة هذا الطفل، وتضغط نفس الضغطات على منطقة البطن. بالنسبة للرضع الوضع مختلف تماما، حيث أن الرضع أكثر الفئات العمرية إصابة بالغصة. لماذا؟ لأنه مجرد يبدأ الحبو أو المشي فيصبح كالمكنسة الكهربائية يلتقط كل شيء من الأرض يضعه في فمه. إذا كيف أتعامل معه؟ بداية أبدأ بضربات 5 بين لوحي الكتف وضغطات 5 في منتصف الصدر. كيف؟ هكذا. تثبيت الرأس بإصبعين ثم إسناده على ذراع وتفريغ رجليه، إمالته باتجاه الجاذبية للأسفل، الضرب 5 ضربات بكعب اليد على ظهره ما بين لوحي الكتف هكذا. 1 2 3 4 5 ما زال يرفرف، ما زال يبكي، ما زال لا يتنفس، معناها ما زال الجسم الغريب موجود. أقلبه الآن على ظهره بالذراع الآخر وفرق بين رجليه وثبت رأسه وانزله للأسفل هكذا، ثم أضغط بين في منتصف الصدر هكذا بإصبعين. 1 2 3 4 5 لم يبكي، ما زال يرفرف. أقلبه هنا على بطنه وأكرر نفس العملية بالضرب 5 ضربات على الظهر. في الغالب من واقع تجربة بمجرد تبدأ بالضربات الظهرية يخرج الجسم الغريب. سبحان الله. الموضوع طويل وفيه تفاصيل كثيرة، لكن أحببت الاختصار قدر الإمكان مع عدم تفويت الفائدة حتى لا تصبح السنابات طويلة جدا ويمل البعض. في أمان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.